إذا عندما يا أحبائي رسم باسمون كل الأشياء التي يحلم بها على ورقة كبيرة ثم علقها على جدار وبدأ ينظر إليها ويتأمل أحلامه التي رسمها، تذكر قصة. ما هي القصة التي تذكرها يا أحبائي؟ قصة بائع الأحلام. ولكن من هذا الشخص الذي يسمى ببائع الأحلام يا ترى؟ هذا الشخص يا طلابي الأعزاء كانت الطيور تخبره وتبلغه بكل أحلام الأطفال، فيبدأ هذا الرجل بجمعها فوق عربته، ثم يقوم ببيعها في القرى المجاورة، أي القرى القريبة منه. هيا بنا ننتقل ولنرى ماذا حدث بعد ذلك في قصتنا. بعد أن تذكر باسم هذه القصة يا أحبائي، لمعت في ذهنه فكرة. إذن خطرت على باله فكرة. ما هي الفكرة التي خطرت على بال باسم؟ أخذ البالونات وجلس يرسم عليها، ثم كتب على لوحة كبيرة بائع الأحلام. إذن يا أحبائي، خطر على بال باسم فكرة رائعة. هذه الفكرة أنه قام بجمع جميع البالونات وجلس يرسم عليها، ثم كتب على لوحة كبيرة بائع الأحلام، ثم قام ووقف بجانب أبيه. لما رأى الأطفال ذلك يا أحبائي، ماذا فعل الأطفال؟ تجمع الأطفال حوله مستغربين، وقال أحدهم: هذه بالونات وليست أحلاما. فقال له باسم: ما حلمك يا صديقي؟ قال له: أحلم بقصر كبير جدا. فقال له باسم: خذ هذا بالون رسمت عليه بيتا جميلا. إذا يا أحبائي، عندما تجمع كل الأطفال حول باسم مستغربين ماذا يفعل باسم، إنه يمسك ببالون، كيف يقول أنه يبيع أحلاما وهو يبيع بالونات؟ فقال له باسم: ما حلمك؟ أخبرني بحلمك يا صديقي. فقال له الطفل: أنا أحلم بأن يكون لي قصر كبير جدا. فماذا فعل باسم؟ أعطاه بالون رسم عليه بيتا جميلا. لنرى ما الذي حدث بعد ذلك. هذا البيت يا أحبائي لم يكن كبير جدا، بل كان صغير، لكنه صغير ولا يتسع لنا. إذا الطفل رد على باسم، أجاب عليه وقال: هذا بيت بالفعل، ولكن هذا البيت يا باسم صغير ولا يتسع لنا. فقال له باسم: انفخ بالونك يا عزيزي. نفخ الطفل بالونه فكبر الحلم، وتحول البيت الصغير إلى قصر كبير، وقفز الأطفال فرحين يشترون أحلامهم التي تكبر. وفي المساء أخبر باسم أمه بما جرى في المهرجان، فضحكت كثيرا وهتفت أخته، أي قالت أخته: غدا سأذهب معك لأشتري أحلامي كلها. إذا يا أحبائي، عندما أخذ الطفل البالون من باسم الذي رسم عليه بيت جميل، قال لباسم: يا باسم، هذا بيت بالفعل إلا أنه صغير جدا. فقال باسم للطفل: انفخ بالونك وسيكبر هذا البيت ويكون كبير جدا. فقام الطفل بالفعل ونفخ البالون، فتحول يا أحبائي البيت الصغير إلى قصر كبير جدا. فرأى الأطفال ذلك وفرحوا جميعا، وقاموا بشراء البالونات التي رسم عليها باسم الأحلام،
فقاموا جميعا بشرائها من باسم ووالده. وعندما رجع باسم إلى بيته في المساء أخبر أمه بجميع ما جرى في المهرجان، فضحكت وقالت أخته: غدا يا باسم سأذهب معك لأشتري منك أحلامي كلها. إذا يا أحبائي، هذا موضوع بائع الأحلام. هذه هي قصتنا وموضوعنا اليوم، هل أعجبتكم؟ وبالطبع نعرف أنها فكرة، الفكرة والكاتب هو مهند الذي ابتكر هذه القصة، فكرته هو مهند. تعالوا بنا يا أحبائي ننتقل إلى اللغويات الموجودة معنا بهذا النص. نبدأ الكلمة ومعناها. ما معنى كلمة صاح؟ صاح أي قال بصوت عال. وما معنى كلمة الدرر؟ ما معنى هذه الكلمة؟ أحسنتم، معناها اللؤلؤة الجميلة. وما معنى ورشة للرسم؟ ورشة في العموم يا أحبائي الصغار هو المكان المعد للصناعة، فورشة للرسم هي المكان الذي نرسم فيه. لمعت، ما معنى لمعت؟ أي خطر على باله فكرة. بالونة، تعالوا ننتقل إلى المفرد والجمع. بالونة، ما جمعها؟ بالونات. ورشة، ما جمع ورشة؟ ورشات، أو ممكن أن نقول ورش. أزهار، ما مفردها؟ مفردها زهرة. ساحات، مفردها ساحة. أحسنتم طلابي الأعزاء، أطلب منكم يا طلابي الأعزاء مذاكرة هذا الموضوع مذاكرة جيدة، كما أطلب منكم قراءة هذه الفقرة بالكتاب المدرسي وكتابتها في الدفتر. أشكركم يا أحبائي على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في حلقة قادمة مع موضوع جديد من مواضيع اللغة العربية، ولا تنسوا أن ترسلوا لي كتابة الفقرة عبر الواتساب.